صحيح يا مزمزيل انه مكتوب باعلانكم انه ممكن كل العائله تسافر لزوزان ب 400 دينار بفندق 5 نجوم لمده 5 ايام مع وجبه افطار؟ مزبوط. ايش يا مزمزيل تيجي معنا؟ ممكن تعطينا برنامج الرحله؟ انتوا كاتبين انه الاستمتاع بشواطئ بحر زوزان. يا الله بحر، بس انا بعرف انه زوزان ما فيهاش بحر. خطا بالطباعة، المقصود بحيره. اجيب المايو. مكتوب كمان انه الاقامه بفندق فستق، احلى فندق مطل على اجمل بحيره زوزان. في جاكوزي؟ في له موقع على النت لو سمحتي. انت لسه بدك تدور على النت؟ احجزي لنا حبيبتي، احجزي لنا حبيبي. شو طلع معك؟ بصراحه عزيزتي الفندق مش 5 نجوم، طلع نجمتين، وزوزان ما فيهاش بحر ولا بحيره، هذا المكتب مشكوك فيه. البحيرة قال، ولكن الريحة قتلتنا. ابنك وجهه مش مبين من القرص، وبنتك الفطور أتعبها. إلا الفندق طلع مش 5 نجوم، طلع نجمة ونص، فرجيتني نجوم الظهر. لا كلكم، وقلبت البيت فوقاني تحتاني على الميو. كان لازم أسمع كلام أمي وقت ما قالت لي شو عاجبك فيه، وأنا مثل الهبلة بقول لها بحبه، حبني برز. كل الستات متهنين إلا أنا قطيعة.